سلام وطمانينة وهدوء لجميع مشاهدي أكسجين مع رامي. النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني من حلقة السي 40 أو مجموعة المدن اللي بتتجمع من أجل إصلاح المناخ، والنهاردة هنتكلم على الجزء اللي بينتقد برامج هذه المجموعة المؤيدة عالميا سواء من هيئات أو حكومات أو قادة عالميين. في الحقيقة الانتقادات اللي وصلت لهذه المجموعة بتقول إن الكلام ده مش صح، والبرامج بتاعة هذه المدن أو سي 40 بتؤدي إلى تقليل عدد البشرية أو إبادتها أو إبادة المحاصيل الزراعية والحيوانات والثروة الحيوانية، والكلام ده كله مش علمي بالمرة. فإحنا النهاردة هنتكلم على الآراء العلمية اللي بتنتقد وبتكذب ادعاءات السي 40، وبنتكلم برضو على الآراء السياسية اللي برفضة لمجموعة السي 40. فتعالوا نتابع في هذه الحلقة المصيرية جدا. احنا هنتكلم فيه على انتقادات العمل لمجموعة السي 40، والانتقادات دي بتكون سياسية وعلمية. وطبعا لازم عشان اجيب لحضراتكم حد بينتقد هذا العمل الكبير الضخم المنظم على مستوى عالمي ودولي كبير، يبقى لازم اجيب اراء تكون قوية على هذا المستوى. يعني لما بتكلم على علماء مع السي 40 بيرد عليهم علماء زيهم ويمكن اقوى على الأفكار اللي طرحت في السي 40، على أفكار زيادة درجة حرارة الأرض والأكل والشرب وعدم وجود عربيات وحاجات زي كده. بتكلم كمان على المستوى السياسي، فأنا جايب ردود مش مجرد ناس خبراء في السياسة، لا، دول ناس سياسيين عاملين واخدين مناصب زي البرلمان الأوروبي زي البرلمان الأسترالي، وناس معروفين على مستوى قوي جدا بيضحدوا الكلام والبرامج بتاعة السي 40. فتعالوا نشوف هذه الآراء. زي ما قلت لحضراتكم في آراء علمية وآراء سياسية. هبتدي بانتقادات السي 40 من الآراء العلمية والعلماء قالوا إيه على الأفكار اللي اتطرحت. طبعا حابب اذكر حضراتكم للمرة التانية ان المعلومات اللي جبتها ضد موضوع سي 40 او مجموعة سي 40 او التغير المناخي علشان اجيبها في كندا وجدت صعوبة شديدة جدا، لان لو حضراتكم عملتوا سيرشنج على اجانست او اي حاجة ضد التغير المناخي او جلوبال وورمينج او سي 40 جوه كندا، صعب جدا انكم تلاقوا معلومات. وبذلت مجهود مضاعف كبير جدا 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 عشان اقدر اجيب لحضراتكم ريبورت متزن وفيه حاجات تبقى ضد هذا الموضوع. وده طبعا انا يعني مش عاجبني ابدا تصرف الحكومة الكندية في انها تقول للكنديين ايه اللي يشوفوه ايه اللي ما يشوفوش على الانترنت. ده ضد مبدأ الحرية، ضد مبدأ الفري سبيتش. وماذا تريد الحكومة الكندية من تعتيم المعلومات؟ احنا في عصر ثورة المعلومات، فماذا تريد الحكومة الكندية من الكنديين بأنها تخفي معلومات هي مش عايزة تعرفها؟ طبعا ده سؤال كبير، والحقيقة يسأل عليه رئيس الوزراء جاستن ترودو. فأرجو من حضراتكم الاشتراك في صفحة الفيسبوك وفي قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس في قناة اليوتيوب، لأن بدون كده حضراتكم مش هتقدروا تشوفوا أو توصلوا نعرف نوصل لحضراتكم المعلومات اللي بنجيبها، وخصوصا انها معلومات مخفية عن الكنديين بصورة كبيرة جدا. فلو سمحتوا الاشتراك والتشير او اشتراك هذا الفيديو وتوزيعه على كل اللي تهتموا به. اول سؤال طرحه العلماء، هل الكرة الارضية فعلا بتزداد درجة الحرارة؟
ولا ده في وقت محدد اللي احنا عايشين فيه؟ في الحقيقة جاوب على السؤال ده العالم جيمس تايلور من هارتلاند انستيتيوت بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال فعلا درجة الحرارة بتزداد في مجال 150 سنة اللي تقاس فيها درجة الحرارة بدقة، ولكن لو عملنا على 150 ألف سنة هتلاقي ان دي درجات الحرارة دي من أبرد درجات الحرارة اللي قدرت على وجه الكرة الأرضية، لأن على حسب كلامه أن إحنا في آخر 10,000 سنة في نهاية الأيس إيج بتاع عمر الكرة الأرضية، وهو بيتكلم على مسافة كبيرة. يعني بيقول أنتوا بتقولوا أن درجة الحرارة على فترة 150 سنة، لكن على مجال أكبر لأ، ده من أقل درجات الحرارة اللي شافتها الأرض على حسب حسابات العلماء. اسمعوا الكلام ده منه بنفسه في هذا الفيديو. Well, the first thing to keep in mind is that we can't have a climate crisis if temperatures are unusually cool. And we know for a fact, the United Nations has acknowledged it and put out their own temperature history chart showing this, that for most of the time period that human civilization has existed, temperatures have been warmer than today. The warming that we've had in the last 100-150 years, it's because 150 years ago we were in the Little Ice Age, which was the coldest period of the past 10,000 years. So we have people who have a political agenda who have brainwashed much of society into believing that temperatures are unusually hot, we're having record temperatures, hogwash. And moreover, the asserted climate harms, whether it be hurricanes, tornadoes, droughts, wildfires, none of them are getting more frequent or severe. In fact, the vast majority of them are becoming less frequent and severe. So we're seeing not only do we not have the heat that people talk about, but the impacts of warmer temperatures have always been more beneficial, and they continue to be today. You're essentially saying that the premise isn't correct, that there is no climate emergency that needs to therefore implement the sort of globalist top-down control. Is that correct? Right. And in fact, with more atmospheric carbon dioxide, with warmer temperatures, the benefits far outweigh the harms. We know, for example, NASA satellites have shown that there has been a substantial greening of the Earth. When you have more carbon dioxide in the atmosphere, that's basically plant food. So NASA has documented a substantial increase in global foliage. We also know that about 20 times more people die from cold than from heat around the globe. And if we have a modest warming that continues, what it means is that we're saving 20 lives for every one life that's lost due to more heat. That's just a couple of things. Also, we know that crop production has been increasing in virtually every country in the world, long-term, mid-term, and short-term, again, because of more atmospheric carbon dioxide, longer growing seasons. Now, these are things that the media don't cover. زي ما حضراتكم شايفين، هو اتكلم بكل وضوح ان على المدار اللونج ران الارض حقيقي في اوقات درجة حرارتها منخفضة عما سجلت فيما بعد. والحقيقة كمان انا عايز اقول ان يعني حتة من عندي هزودها كده، نظرية البيج بانج يا اثبتت فشلها يا اما ده غلط، لان نظريه البينج بانج بتقول في انفجار وبعد كده الارض بتبرد 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 بتبرد، فحته ان الارض درجه حرارتها بترتفع عكس نظريه البيج بانج اللي قالت ان في نجم كبير وانفجر وعمل كويكبات من ضمنها كويكب الارض. فانا بس بوضح ان نظريه بيج بانج الكلام ده ضد نظريه بيج بانج. طبعا انا شخصيا لا اؤمن بيها، بس بقول ان العلماء بيناقضوا نفسهم في هذه اللحظه لما يقولوا درجة الحرارة بترتفع. سؤال تاني مهم، هل حقا كل الكرة الأرضية درجة الحرارة فيها ترتفع؟ السؤال لا، وبالأدلة العلمية. مجلة The Daily Specific ذكرت أكتر وجرايد كتير، والإعلام كله غطى هذا الموضوع، بس أنا جايبها من إحدى هذه الجرايد، وبتقول إن القطب الجنوبي انخفضت في درجة الحرارة في 21 و 22 في شهر نوفمبر 2021 و 2022، ونقصت في المجمل كده بنص درجة مئوية عن الطبيعي. وبالتالي القطب الجنوبي ده دليل ان درجة الحرارة ما بتزيدش في الأرض كلها.
النصف الشمالي فعلا ده حقيقي، النصف الجنوبي اديكوا حضراتكم شايفين، ومش الكلام ده معروف ان القطب الجنوبي سجل درجات حرارة اقل، ويمكن معدلات تاريخية انه ينقص بنص درجة في المجمل عن الوقت اللي قبل كده كله. فطبعا ده مؤشر بيقول، هل ادعاء العلماء ان الارض كلها بترتفع درجة حرارتها بسبب النشاط الإنساني؟ طب ما هو في بني آدمين في نص الكرة الجنوبي. الحقيقة سؤال ملوش رد عند مجموعة السي 40، إزاي القطب الجنوبي بتنقص درجة حرارته عن المعتاد 21 و 22؟ الإدعاء الثاني والمهم، سؤال ذكروا العلماء وقالوا، هل زيادة ثاني أكسيد الكربون في الكرة الأرضية بيؤدي إلى ازدياد الحرارة؟ الحقيقة نفى الكلام ده عالم جيولوجي أسترالي اسمه إيان بيلمر، وقال إن الكلام ده مش صح، واستدل على الأوقات اللي كان فيها الإنسان بيستخدم طاقة بترولية أو الفحم أو الخشب اللي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. هذا العالم مشهور ولو يعني كلمة مسموعة في استراليا، وخلي بالكم استراليا فيها سيدني وميلبورن من داخلين الاتحاد السي 40، ولكن هي استراليا فيها نوع من المقاومة شوية لموضوع الجلوبال وورمينج والسي 40. تعالوا نشوف إيان بيلمر قال ايه، ونشوف تعليقه وانتقاده على موضوع ثاني أكسيد الكربون. Well, I posed the question a couple of times. Can you please show me that human emissions of carbon dioxide drive global warming? Because the whole of the energy policy is based on emissions. And no one has yet shown that human emissions of carbon dioxide drive global warming. And if they did, they'd also have to show that the natural emissions, and that's 97% of the total, don't drive global warming. Then I look back in time through my geological eyes and look at times in the past when we had very high carbon dioxide contents of the atmosphere, up to hundreds of times higher than now, and we see that we didn't have runaway global warming. Of course we had climate change, it's quite natural, it happens all the time, but what we did have is 6 major ice ages, and there is no correlation over geological time between carbon dioxide in the atmosphere and temperature. In fact, it is the past that shows us that carbon dioxide does not drive global warming. So I argue in this book that we have a fundamental fallacy, and that's emissions, that emissions do not drive global warming. زي ما حضراتكم شفتوا العالم إيان بيلمر قال ازاي ما كانش فيه درجات حرارة عالية والإنسان كان يستخدم ليت لوقوده لتدفئته الخشب والفحم والحاجات دي بتطلع أكثر بكثير الآن ثاني أكسيد الكربون. سؤال الحقيقة وجيه، وخلوني برضو أسأل سؤال يعني منطقي شوية، وده من عندي أنا مش من عند أي حد. ازاي ان الانسان لما يسخن اكله ولما يتدفى يبقى درجة الحرارة بتزيد وبيطلع ثاني اكسيد الكربون؟ ده التجربة النووية الواحدة بمئات والاف وملايين العربيات اللي ماشية، وان شخص يتدفى ولا يسخن اكله. ازاي يا جماعة بتقارنوا الكلام ده بمصانع البتروكيماويات اللي بتطلع مش بس ثاني اكسيد الكربون، بتطلع سموم في الهواء؟ ازاي بتتكلموا، ليه مش بتتكلموا الدول والحكومات والصناعات التقيلة اللي بتطلع السموم وبتلوث الهواء؟ والدليل على كده شوفوا المدن الصناعية الكبرى شكلها ايه. هل الكلام ده من التدفئة؟ ليه جايين على البني آدم؟ ليه جايين على الاساسيات بتاعة الاكل والشرب بتاعة البني آدم؟ الحقيقة انا مش فاهم. السي 40 دي معمولة اصلا علشان النشاط الانساني في اكل وتدفئة، وكل البروجرامات اللي وردتها لكم ال 13 دي حضراتكم، دي من
أجل تظبيط النشاط الإنساني، وأنا شايفه هو مش تظبيط، ده تقييد، لأنك أنت بتقول بلاش لحمة بلاش ألبان، بتعيش في بطرق معينة، مفيش عربيات، مفيش. طيب ليه مش بتكلموا الدول؟ ليه مش بتكلموا دولة زي الصين؟ ليه مش بتكلموا دولة زي كوريا الشمالية اللي عمالة تعمل يعني تجارب نووية من أصعب ما يكون ومدمرة جدا؟ ده مش بس ثاني أكسيد الكربون، ده إشعاع. طيب هكلمكم بلاش الدول، طيب البراكين اللي بتطلع لافا وبتطلع يعني عوادم وأبخرة سامة جدا 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 من جوف الأرض، ليه ما حطتوش حل ليها؟ ليه ما فكرتوش في حل؟ ليه جايين على البني آدم أكله وشربه وسكنه ومواصلاته، وفي الآخر عايزين يقول لك يعني أنت البني آدم هو اللي سبب في المشكلة؟ مش بلاح. الادعاء اللي اتقال بعد كده ان زي ما حضراتكم شايفين من خطة السي 40 انهم يعملوا النت زيرو، يعني صفرية الانبعاثات الكربون، وخصوصا على 2050، وحطوا ليميت ليها او زي ما تقول هدف اصغر في 2030 يقللوا الانبعاثات دي. وطبعا عشان يقللوا الانبعاثات دي هيعملوا الاكتيفيتيز اللي احنا قلناها كلها بدون ما نعيدها تاني. في الحقيقة في ناشط بيئي اسمه باتريك مور اعترض وقال ان دي death wish، انك توصل لصفرية الانبعاثات الكربونية net zero، ده معناها انك بتقتل ملايين ملايين من البشر ببساطة شديدة، لان نص البشر بتعتمد على الأسمدة النيتروجينية. تعالوا نشوف هو قال ايه. If we actually achieve net zero, at least 50% of the population would die of hunger and disease. And no doubt about it, because just one thing, which is nitrogen-based fertilizer, at least 50% of the population depends on nitrogen fertilizer for its existence today. There's no doubt about that. And there's people trying to ban it. And Netherlands and Sri Lanka have already made these kind of moves. And so it is truly a death wish in disguise, and the disguise is to save the earth, which is doesn't need saving particularly. زي ما حضراتكم شفتوا كده كلامه منطقي جدا، ازاي نستغنى عن الكربون؟ وفي ادعاء تاني انا هثبت ان الكربون ده مفيد جدا للحياة. هدي مثل بسيط للحياة النباتية، لان الحياة النباتية بتعمل تمثيل ضوئي. لو احنا اتكلمنا على ان مفيش كربون يبقى الحياة النباتية هتموت، وده هيقوله عالم تاني بعد كده. بس انا عايز اقول ازاي عايز توصل لصفرية الكربون. في جانب كمان، انك انت اي حاجة في حياتك هتتمنع لانها جزء من التكوين الحياة في ثاني اكسيد الكربون. ولما تأيد البني آدم بحجة انه ما يطلعش كربون، في الحقيقة ده ليه بجانب سياسي هتكلم عليه بعد كده. فاللي بيحصل ده مش مفيد، لان ده هيموت بشر اكتر نتيجة اعتمادهم على اعتمادهم على السماد النيتروجيني. وطبعا في الحالة دي انت بقى مش بتحافظ على البشر. الادعاء القادم هو مهم جدا جدا جدا. في الحقيقة فيها احد العلماء قال ان احنا ما عندناش زيادة في ثاني اكسيد الكربون، بل نحتاج ثاني اكسيد الكربون. العالم بشدة يحتاج الى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، وده عكس الخطة العالمية لتقليل ثاني أكسيد الكربون ويجعله صفرية الانبعاثات الكربونية. الكلام ده مفاجأة كبيرة، واسمعوا لهذا العالم لأنه بيتكلم كلام مهم على ضرورة زيادة ثاني أكسيد الكربون من أجل استخدام مياه أقل و من أجل الحياة النباتية على الأرض. اسمعوا هذا الفيديو. One of the biggest things we're being told is that CO2, carbon dioxide, is at extraordinarily high on levels. It's unusual and unprecedented. And it is true if you only look over the last 150, 200 years, that's true.
looking at it as I do as a geologist, I look into geologic time, and I find that our levels of carbon dioxide, which they're calling the demon molecule, I call it the miracle molecule, we look at the 420 parts per million we are today, it's 1/6 of what the average carbon dioxide levels are throughout Earth's history. The temperature of the Earth for the past 4.5 billion years. That's a long time. And if you look on the lower right-hand side, one of those plots is carbon dioxide. That's the purple one. The blue one is the temperature. And notice the carbon dioxide, you see the little blip up on it. That's what we're so worried about right now, that the world is going to fall apart. Okay, I'm learning that PPM, or parts per million measurement of CO2, is important to understand where we currently are in CO2 levels on Earth. We currently sit a little over 400 ppm, and it's currently being touted by many mainstream sources as a dangerous level. And it makes sense, according to the charts they use. We are at an alarming level of CO2 concentration when compared to the last 800,000 years or so. But compared to the total history of the Earth, it doesn't look near as ominous. So that leaves us with the question, what is a dangerous level of CO2? So OSHA sets levels of dangers, I believe, starting at 8,000 parts per million for human health. And our research at the CO2 Coalition and our agronomists tell us that we'll see major benefits of CO2 for plant growth. And it'll probably peak around 1,200 parts per million, or three times what it is today. And it'll continue increasing and benefiting plant growth, continuing, but not as much. But the main benefits will be from 400, where we are now, to about 1,200 parts per million. What we see is actually the carbon dioxide levels in our atmosphere, rather than being at levels that are much too high, we're at actually historically low levels. In fact, they were dangerously low levels, and not that too long ago in geologic history. At the end of the last ice age, we know the carbon dioxide levels plummeted to near what I call the line of death. They got to 182 parts per million, and the line of death is at 150 parts per million. And why is that dangerous? Because below 150 parts per million, plant life cannot survive. We nearly got there. That would be a true climate catastrophe. The fact of the matter is, we need more CO2, not less. As we increase CO2, plants need less water to survive, and that's because they don't need to, if you will, breathe in and breathe out. It's called transpiration. And during that process, plants lose the water and require more water out of the soil. With more CO2, they don't have to do that. They're not losing as much water. And because of increasing carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere, we're seeing just crop growth breaking records year after year. And by almost every metric we look at, ecosystems are thriving, from the near polar regions to the equator. Vegetation is increasing and exploding. According to NASA satellite data, more than 50% of the Earth has an increase, they call it greening, it's an increase in vegetation. Less than 4% of the Earth's surface is what they call browning, or loss of vegetation. That's a pretty good trade-off. I'd take that any day of the week. And what we're seeing here, again, almost by every metric we look at, we see benefits to humanity. عايز اطول على حضراتكم، ولكن انا هبتدي دلوقتي الاراء السياسية. المحللين السياسيين قالوا ايه على موضوع C40 والجلوبال وورمينج، والحقيقة ارائهم انا شايفها مهمة جدا زي الاراء العلمية بالظبط. تعالوا ناخد الكاتب المشهور مارك مونرو اللي عمل الكتاب اللي قلب الدنيا اسمه The Great Reset، وقال في كتابه، قال احنا The Whole Agenda، بيتكلم على موضوع الجلوبال وورمينج، is to make it so we have no choice
no on some of the biggest questions of our lives. يعني هو بيقول لك هو هذه التأييدات وهذه التدخل في الحياة بتاعة الإنسان عشان ما يكونش ليك اختيار. يعني انا بيقول لك الاجندة دي بتخليك ما عندكش اختيار وما تقدرش تعمل حاجة غير اللي هم قالوها، لان الكلام ده make sense. انا هضيف عليه وقال هقول ان انت ما يعني الحكومات ونظام المدن والبيلدينجز والعربيات كل الحاجات دي هتتاخد بقرارات سيادية انت ما عليكش غير ان اللي يتقال لك تعمله. عايز اقول لكم هو مارك مونرو ده مش مجرد كاتب، ده واحد من المقربين جدا جدا من الدوائر صنع القرار في امريكا، من الكتاب المشهورين المعروفين، وطبعا جريت ريسيت ده يعني كان عليه كلام كبير، وهو بالذات مراقب الحاجات اللي بيعملها وورد ايكونوميك فورم اللي كنت يعني اتكلمت عليه كتير قبل كده، وكانت هذه المقولة في كتابه تعليقا على المقالة او سوري الخطبة اللي قالها شواب اللي هو رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. فطبعا هو بيقول ان شايف من اللعب السياسي وهو خبير في هذه الامور، بيقول ده اللي يسلب الحرية من البشرية عامة. ده رأي مارك مونرو. وبمناسبة الجريت ريسيت كنت اتكلمت عليه قبل كده ان دي فكرة الورد ايكونوميك فورم، وطبعا اتكلم عليها ساسة كتير وقالوا ان لازم العالم يكون ليه نظام جديد، وجزء من هذا النظام انه يحافظ على البيئة، وان he own nothing and he will be happy. ده الكلام اللي قاله كلاوس شواب اللي هو رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي الحقيقة جزء منها ان الاراضي الزراعية والممتلكات الانسان كلها بتبقى مش تبعه، تبع الحكومة، والحكومة هي اللي تديله أكله وشربه وبيته، وتكون كل العالم ده تحت حكومة منتخبة. الحكومة المنتخبة دي الحقيقة مش حضرتك اللي هتنتخبها، الإليت هم اللي هينتخبوا مين اللي يحكم العالم ويخلوا الإنسان يعني ما لا يملك شيء and he will be happy. في الحقيقة جزء من الكلام ده أو السبب من الجريت ريسيت هو البيئة، وهو الشغل اللي بيتعمل في سي 40. وطبعا في ناس كتير أساسا بيقولوا ان دي ذريعة للسيطرة على الانسان واستعباده. ده مش كلامي، ده كلام النائب الاسترالي مالكوم روبرتس قال الكلام ده في البرلمان الاسترالي. تفضلوا اسمعوا منه نفسه. Instead of working together to push Klaus Schwab's World Economic Forum plan based on United Nations policies, work together instead for our country. Klaus Schwab's life by subscription, quote, is really serfdom, it's slavery. Billionaire globalist corporations will own everything, homes, factories, farms, cars, furniture. And everyday citizens will rent what they need, if their social credit score allows. The plan of the Great Reset is that you will die with nothing. To pull off this evil plan, Klaus Schwab's World Economic Forum will need to take more than just material possessions from Australians. Senators in this very chamber today who support the Great Reset threaten our privacy, freedom, and dignity. Yes, they're in this Senate chamber. One Nation vehemently opposes the Great Reset, the Digital Identity Bill, theft of agricultural land use, forcing farmers off their land, and all of the Great Reset. One Nation has a comprehensive plan to bring our beautiful country back to sustainable prosperity. And in the months ahead, we will be rolling that plan out. Instead of LibLab pushing Klaus Schwab's Great Reset with the tagline, "You will own nothing and be happy," One Nation advocates the Great Resist. We stand for a world where individuals and communities have primacy over predatory globalist billionaires and their quisling bureaucrats, politicians, and mouthpiece media. One Nation accepts the challenge to provide a better future for everyday Australians. We have one flag, we are one community,
and we are one nation. الادعاء الثاني المرة دي جاي من البرلمان الأوروبي نفسه. كريستينا ساندرز النائبة الألمانية داخل البرلمان الأوروبي بتقول على إن الساسة اللي بيقودوا هذه الدول وبتقول على موضوع الأجندة بتاعة المناخ والكلام ده كلهم عرائس بارونت بتلعب في إيدين الناس التانية. وفي الحقيقة أنا يعني كان في الكتاب بتاع مارك موندرو اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية قال نفس الكلام، قال إن إحنا بنختار ساسة وهؤلاء الساسة بيمشوا من برة أو اللي بيمشيهم ناس اللي هم الجلوباليست والناس بتوع البيئة والورد إيكونوميك فورم وكل دول بيمشوهم وإحنا ما انتخبناهمش. إذن الناس اللي قالت عليهم من ضمنهم بعض الوزراء ومن ضمنهم كندا والحاجات كده، دول بيمشوهم ناس من برة إحنا ما انتخبناهمش، وبالتالي إحنا بنمشي بخطط لم نختارها ولم نصوت عليها أبدا، وبالتالي هم العقوبة في أيدي هذه المجموعة الإليت اللي بتقود العالم. والكلام ده اتقال كتير، اتقال ان يمكن احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده محاولات الديجيتال ايدنتيتي بقى ومحاولات ال 15 مينت سيتي ومحاولات كتيرة جدا 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 عشان تسيطر على البشرية بافكار احنا لما انتخبنا الناس دي ما كانتش مطروحة. الديجيتال ايدنتيتي والبيئه وانك انت تتمنع عن اكل الحيوانات وتتمنع انك تربيهم واكل كل منتجات الالبان وانك ما يكونش عندك عربيه وان ما يكون اللي تحت بند البيئه. إذن البيئة بتستخدم مادة للسيطرة على البشر من حكام البلاد، وحكام البلاد على رأي كريستينا أندرسون النائبة في البرلمان الأوروبي بتقول إنهم ألعوبة في يد الإليت أو مجموعة الجلوباليست وغيره. The problem for I call them the globalitarian misanthropists, you know, for lack of a better word, but I think that's very fitting. They are actually running the world. And, you know, for the most part, the democratically elected leaders, whether it's, you know, the German government or, you know, Ursula von der Leyen, EU Commission President, or even, you know, take your Joe Biden or, you know, Justin Trudeau, that sorry excuse for a prime minister, you know, they are all puppets. Yeah. They are not running the show. They are not. They are puppets. They're just, you know, repeating whatever lies and whatever lines they're being given, you know, from whoever. But it's these globalitarian misanthropists. And from their perspective, democracy, oh my God, that's so, it's such a nuisance to them. You know, you have to ask the people seriously, but the people don't want what they want because, you know, let's say they want to eat steak. But they aren't allowed to eat steak anymore because, you know, it's obviously killing the planet. So, but the globality misanthropists, they still want to eat steak, you know. So they come up with this, yeah, eat bugs, you know, whatever. So there is like this, all of these layers are going on. But it seriously, there is a few people actually pulling the strings behind the scenes. And it's not Klaus Schwab either, by the way. I mean, okay. He is the idiot putting his face in the camera and just, you know, repeating whatever agenda they came up with and you know, advocating that. But what they can't do to abolish them, they can't, you know, show up and say, we don't want you to vote anymore and, you know, we need to get rid of democracy because the people don't want what the globalitarian misanthrope wants. So this is not working. So what they do instead is gaslight, framing something. It's about your health. It's about we need to break this new wave, you know, of COVID, what's coming. But like I said before, it was never about breaking any waves. It was always about breaking people. That's what it was about. So they want to cut down on the fundamental rights because, you know, people having the right to take the streets and assemble freely. No, you can't have that because then, you know, someone may notice that the emperor actually is naked if right. enough people say he's naked.
Right. So they need to cut down on all of that. Then you have to fight against, you know, disinformation, hate speech. This is censorship. And these are the very signs of totalitarian regimes. That's what it is all about. Well, I mean, and they cannot come out and say that, you know? So they need to gaslight people into thinking we are the good guys, you know? We are trying to protect all of you, your health, whatever it is. We want to save the planet. And don't you want to save the planet? No one's going to say, I don't want to save the planet. But the measures they're imposing will not save the planet. All it will do is to abolish freedom, democracy, and the rule of law, and it will impoverish and enslave people. That's the end goal. دي في منتهى الخطورة اني اتكلم فيها وانا مش عارف الحلقة هتتعمل هتتزاع ولا مش هتتزاع, هتتمنع من السوشيال ميديا ولا لا. بس لو في حاجة بعملها كويسة في حياتي اني اقول الحق مهما كان, ولا ده شايف وظيفتي. وصدقوني يا جماعة انا مش بتجنى على حد, انا عايز كل الناس تنجح, عايز كل الناس تحقق اهدافها ونحافظ على البيئة والناس تاكل وتشرب وتبقى في حالة صحية. وانا مش ضد حد ومش داخل احزاب ولا داخل سياسة, انا هقول الحق. من ضمن الترتيبات اللي قال عليها الورد ايكونوميك فورم واللي اتعمل عشانها موضوع السي 40 والمدن وانها تكون بيئة صحية, واتكلمنا كتير على المحاصيل الزراعية وانها لازم تتقلل علشان خاطر الانبعاثات الكربونية. في الحقيقة الورد ايكونوميك فورم قال الغرض بتاع هذه الامور على يد حكيم هندي جورو, وقال ان احنا يجب ان احنا نقلل البشرية, ريديوس footprint. اسمعوا الكلام ده على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي بنفسكم, مش حاجة متفبركة وحاجة معروفة لكل الناس. يقلل عدد البشري. فضلوا اسمعوا الفيديو. So in the session we just attended here at the Economic Forum, I think there was a sense of relief actually in your frankness. You brought up some issues that others are reluctant to trouble. Bring up. Always. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls, I want less on the planet. For example, I'm picking on agriculture because it is the biggest land user and also biggest water user on the planet. The way we eat is ecologically disastrous. The way we dress is ecologically disastrous because the third largest polluter on the planet is textiles. Most people don't know this. So, everything that we do has become violent in the world, the very way we exist. In the beginning of 20th century, we were just about 1.5 billion people. Today, we are 7.3 billion people. The United Nations making predictions that by 2050, we will be 9.7 billion people, 9.7 billion people, or nearly 10 billion people on this planet, is for sure going to be a disaster. I was in a conference and I said, see, unless you reduce the human footprint on the planet, there is no solution for anything. Then they asked me a brilliant question. How do you reduce the human footprint? I said, you have to reduce the number of feet. That's the only way. We can take it upon ourselves that we will not push the human population. You can have a dog,
I'm not saying children are bad, they're wonderful, but it's just too many. We as human beings, we are wonderful, but we are too many. We are so many that the insect population is going down. No, no, it's not a joke, it's very threatening. If the insect population disappears, the planet will be destroyed. Yes, the worms disappear, the planet will be destroyed. If you and me disappear, planet will flourish. لا تعليق، لا تعليق. أنا مش يعني أنا مش بتكلم على نظريات مؤامرة ولا حاجة، أنا جايب لكم ناس بتتكلم في الورد إيكونوميك فورم اللي هو بيقود قادة العالم. وطبعا اتكلمت قبل كده على علاقة جاستن ترودو بالورد إيكونوميك فورم، وفي نفس الوقت كمان إن جاستن ترودو بيعمل فاينانس أو بيمول مشاريع السي 40 ومشاريع الجلوبال وورمنج عن طريق الكربون تاكس، الكلام كتير فيها جدا على كندا، واللي مش بتابع في ضرائب بتتحط على الوقود والبنزين والحاجات دي كلها علشان تمول الخطة بتاعت السي 40 والأهداف بتقليل الانبعاثات والحاجات دي كلها، على ما أعتقد من 40 ل 60 سنت زيادة على كل لتر بنزين بندفعها ضرائب عشان تروح لتمويل هذه المشروعات للسي 40 داخل كندا، وبالأخص في المدن المشتركة وفي غير المدن المشتركة. وطبعا على ما أعتقد أن رئيس حزب المعارضة بيير بوليفير كان عامل مشروع لقانون انه يعفي الفلاحين والفارمرز من الضريبة دي، ولكن مش عارف ايه الصدى بتاعها. في الحقيقة كمان في فيديو معروف ومشهور لأحد قادة الإعلام في CNN أو أحد المدراء الكبار التكنيكال دايركتور، اللي بيقول فيه إن الموضوع بعد الكلايمت بعد الكوفيد 19 هنبتدي نتكلم على الكلايمت أو الجلوبال وورمينج، بسبب إن دي خطة موجهة إعلاميا إن لازم نتكلم ونخوف الناس من موضوع الجلوبال وورمينج، وطبعا عشان يطبقوا الكلام ده، وهي خطة لتخويف الناس. الفيديو منتشر ومعروف لكل الناس. في الآخر أنا عايز أختم بشهادة مهمة جدا لرجل توفى من 2019 أول 2019، وقال قبل ما يموت مقولة مهمة إن مفيش حاجة اسمها جلوبال وورمينج. هذا الشخص هو مؤسس قناة الطقس ويذر شانل اللي كلنا بنعتمد عليها، وهو توفى قبل الكوفيد في 2018. وفي الحقيقة قال الكلام ده لأن هو راجل جيولوجي وعنده يعني هو بيلعب في الإعلام جيولوجي ورئيس قناة ومؤسس قناة الويذر. اسمعوا الكلام اللي هقوله ده، هيكون ختام قوي جدا من رجل إعلامي جيولوجي وليه تأثير على مستوى العالم، وقالها ستريت فورورد، قالها ستريت فورورد من غير ما يكون ليه أي حسابات، وتوفى يعني هو ما عادش كتير بعديها، يعني ظروفه الصحية يمكن أدت إلى كده. اسمعوا الكلام اللي قاله. Hello to all your viewers. I resent you calling me a denier. That is a word meant to put me down. I'm a skeptic about climate change, and I want to make it darn clear, Mr. Kenney's not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder. And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of cable news. I'm talking now. Hold on just a minute. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming, that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now.
There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, though, is when you see... I know we're not, because you wouldn't allow it to happen on CNN, but I'm happy that I got on the air and got a chance to talk to your viewers. Hello, everybody. There is no global warming. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? What I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated figure, and let me explain it to you. Government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party of position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple. But that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles. شهادة للتاريخ من جون كولمان مؤسس قناة Weather Channel وفي الحقيقة شهادة فعلا تاريخية. أنا عملت الحلقة دي كنوع من الوثائق أو حلقة وثائقية. أنا مش عارف إيه اللي هيحصل في الحلقة، مش عارف إيه اللي هيحصل معايا، بس هي حلقة فيها أسرار كتير اتجمعت، فيها كلام كتير الناس بتقوله بينهم وبين بعض وأنا بعرضه على الميديا. أنا مش عارف، سواء يعني أنا مش عارف إيه اللي هيحصل، لكن من الأمانة المهنية ولو هعمل حاجة أحترمها وأفيد بيها الناس هعمل حلقة زي كده. حضراتكم تختاروا. أنا عرضت الموضوع بمنتهى الأمانة يمين وشمال، الرأي اللي معه واللي ضده حضراتكم تختاروا. ممكن تقولوا ده كله كلام C40 كلامه صح، وانت بتقول على كلام عايش في جو المؤامرة. في ناس بتقول لا، أنا ما حطيت الاختيار وأجري على الله، وأمام ربنا أنا مش بعمل أي حاجة غير أن أقول الحقيقة، لأن الإعلام في كندا عليه علامات استفهام كتير، في حاجات كتيرة بتستخبى، وأنا متوقع أن الحلقة دي أقل حاجة أنها تتشال لو ما حدش يعني استهدفني أنا شخصيا. بس نزلوها وعملوا لها داونلود لأن فيها معلومات بالوثائق كتيرة جدا. نعمل ايه؟ ما تختاروش الحد اللي ضد اختياركم في هذه الحلقة. بس انا ما عنديش حاجة اكتر من كده. انا وظيفتي اعلامي، بجيب المعلومات من كل حتة وربنا يعلم قد ايه. هذه الحلقة خدت مجهود اكتر من الطبيعة، قعدت فيها ايام اسابيع علشان اقدر اجيب كل حاجة لان المعلومات مش متوفرة. ربنا معاكم. وفي الاخر انا اؤمن ان في اله ضابط للكل، من ذا الذي يستطيع ان يقول فيكون والرب لم يأمر. وسلام للجميع. سلام سلام سلام.